بين أمواج سنابل القمح يبحر مزارعون جزائريون في موسم الحصاد الذي نجا من شح الأمطار وأغدق عليهم بمحصول يمكن أن يسد حاجة السوق المحلي إذا ما مدت الحكومة يد العون لهم. رغم نقص الأمطار إلا أن كاين اكتفاء القمح ما شاء الله، ولو كان يوفروا لنا الإمكانيات ويوفروا لنا وينستوكيو القمح ما نحتاجوش نستوردوا القمح من الخارج، لأن عندنا أراضي، عندنا تنقصنا فقط الإمكانيات وينستوكيو والإمكانيات المادية أيضا باش نخدموا. الناس ولا تيفيتي ما تخدمش القمح على جال لي مويان اللي ما كاش وينستوكيو ولي مويان باش نخدموا. بين مناشدة الفلاحين للحكومة ومطالبهم بالدعم مرت سنوات طويلة سببت خسائر خفية لم تحصها الوثائق، وهي القدرة على مضاعفة إنتاج القمح وتوفير ملايين الدولارات على ميزانية الجزائر أكبر مستورد للقمح من أوروبا. لازم الدولة دعمنا، دعمنا بالمصرية، دعمنا بحاجة بالدراهم، دعمنا وإحنا علينا الأسلحة، إحنا نخدمه، ما تجيبش من الخارج، ما تجيبش ولا ما تجيبها، غير قرطنا غير قمحنا يكفينا. يقول مزارعو القمح في الجزائر إن أماكن تخزين محصول القمح والقدرة على توزيعه في البلاد من أبرز ما يفتقر له هذا القطاع. الأرض كاينة، احنا نخدموا فلاحين، نخدموا الأرض هذه، كل خير كاين، ماذا بينا من هي وما يجيبوش القمح تاعنا يقونا، وكاين الخير الحمد لله يا ربي، ماذا بينا الدولة تنظر فينا بك هذا ما كاين. وتظهر بيانات رسمية أن الجزائر استوردت كميات أكبر من القمح في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. ورغم محاولات الحكومة لخفض قيمة استيراد القمح والطحين إلا أن فاتورة استيراده للعام الماضي بلغ 3 مليارات دولار، لتضع الجزائر في قائمة أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم.